هل أصاب محمد الشوربجي لاعب الاسكواش العالمي تمرة الغراب؟ أصلاً ما هي تمرة الغراب؟ يتشائم كثيرون من الغراب، يقولون غراب البين، ومنه قول عنترة: وعاداني غراب البين حتى كأني قد قتلت له قتيلة. لكن أمثالاً أخرى أوردتها العرب واستخدمتها في أحاديثها تنم على معان أخرى تختلف عن هذا المعنى السلبي للغراب. ويروى كذلك: وجد تمرة الغراب، وكلاهما في مجمع الأمثال الميداني، وفيه كذلك: الغراب أعرف بالتمر. وفي نكتة الأمثال للكلاعي: وجد عنده تمرة الغراب، أي وجد عند فلان ما يرجو من الخير والسعة. وقالوا: وقع في أرض لا يطير غرابها، والمراد أنها أرض خصبة لدرجة أن الغراب إذا دخلها لم يخرج منها، لأن فيها كل ما يريد. فإذا نعتوا أحدهم بأنه يعيش في سعة ورخاء قالوا: وقع في أرض لا يطير غرابها، كناية عن السعة والخير الذي وجده في هذه الأرض. وحتى يصل الإنسان إلى هذه الأرض التي لا يطير غرابها عليه أن يسعى يمنة ويسرة، ولذلك قالوا: البركات في الحركات، وهو مثل أورده الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ولم يفسره، ورواه النويري في نهاية الأرب في فنون الأدب قال: البركة في الحركة، والمراد بالحركات أي السفر طلبا للعيش وللكسب، وفي الأثر: سافروا تصحوا وتغنموا. وكتب ابن رشيق القيرواني لبعض إخوانه يقول: مثل الرجل القاعد أعزك الله كمثل الماء الراكد، إن ترك تغير وإن حرك تكدر، ومثل المسافر كالسحاب الماطر، هؤلاء يدعونه نقمة وهؤلاء يدعونه نعمة. ومن أمثالهم الأخرى في الغراب قالوا: طار غراب فلان إذا شاب شعره، ويقال هو أزهى من غراب، وأصفى عيشا من غراب، وأحذر من غراب، وهو أشد سوادا من غراب، ويقال في المستقصى: هو أشد سوادا من حنك الغراب. أما في الشعر فهناك أيضاً من ذم الغراب، يقولون: إذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب. وقال غيره: إذا شاب الغراب أتيت أهلي، وصار القار كاللبن الحليبي. وللتمر في أمثال العرب نصيب، يقال: فلان يطلب التمر بلا شوك، ويقال: كل خاطب على لسانه تمرة، وهو مثل يضرب لمن يحسن الكلام، لأن الخاطب أحسن الناس كلاما. وفي التبكيت يقال: أكلتم تمري وعصيتم أمري. وقال الجاحظ: عند العجم حكمة تقول: إذا أرسلت لتأتي ببعر فلا تأتي بتمر، فيؤكل تمرك وتعنف على الخلاف. أصاب تمرة الغراب أو وجد تمرة الغراب، تأسيساً على هذا المثل، هل ترى أن محمد الشوربجي أصاب تمرة الغراب أم خانه التوفيق في الوصول إلى هذه التمرة؟ مقارنة بمثل اليوم: أصاب تمرة الغراب، ماذا تقولون في بلدكم أو في لهجتكم للدلالة على المعنى نفسه؟ شاركونا أمثالكم وإبداعاتكم.